وهيئة الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس. معانا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دينا وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا كلنا سعداء بالجو والطقس في الايام دي بصراحه، يعني هو طقس ممتع جدا بالنسبه لنا كلنا. بالتاكيد طبعا، يمكن احنا دايما واحنا في فصل الصيف بنقول ان ربيع جمهوريه مصر العربيه مش بيكون هو فصل الربيع الاساسي، لكن بيكون الجزء الاول من فصل الخريف. بتكون درجات الحراره فيه معتدله بشكل كبير، خاصه خلال ساعات الصباح الباكر، وخلال ساعات النهار كمان بتكون درجات الحرارة مش مرتفعة بالشكل الكبير. بالفعل احنا يمكن في الفترة دي وحتى نهاية الأسبوع الحالي درجات الحرارة بالنسبة للقاهرة كلها تظل تتراوح ما بين 32 ل 33 درجة مئوية كدرجة حرارة عظمى. حتى كمان محافظات جنوب الصعيد درجات الحرارة عليها، أعلى درجة حرارة الفترة دي 37 درجة مئوية. كمان خلال ساعات الليل عادت درجات الحرارة إلى الاعتدال، والصغرى على القاهرة بدأت تسجل ما بين 22 ل 23 درجة مئوية. كمان بنلاقي بعض نسمات وهبات الرياح الخفيفة اللي بتلطف الأجواء بشكل كبير، مع وجود الشبورة المائية الخفيفة خلال ساعات الصباح الباكر على العديد من مناطق شمال الجمهورية. والسبب في الاعتدال ده هو الكتل الهوائية الشمالية اللي بتكون جاية من على البحر المتوسط، مصدرها مناطق جنوب أوروبا، مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض ده بيعمل على تشكل بعض السحب الخفيفة اللي تحجب بالفعل جزء من أشعة الشمس. طيب بالنسبه كمان، هل السواحل الشماليه بتتعرض ليه؟ حضرتك من امبارح كنا بنقول ان ممكن يكون في نسبه من الامطار هتكون خفيفه الى متوسطه، هل مستمر ده معانا النهارده؟ لا، الامطار طبعا كانت اليومين اللي فاتوا، اليوم بدا المنخفض الجوي اللي كان موجود يكون اقل شده، وبالتالي اليوم نوجد هيكون فرص لتكون السحب الخفيفه على مناطق متفرقه من سواحلنا الشماليه. ما فيش فرص امطار على اي من مناطق الجمهوريه اليوم، من الوارد على نهايه الاسبوع قد تعود مره اخرى فرص تساقط الامطار على مناطق من سواحلنا الشماليه، وان حدثت كلها تكون امطار خفيفه فقط. الشبوره المائيه تعتبر هي الظاهره الرئيسيه المؤثره خلال الايام دي. طب حضرتك بتقول منخفض بدا تاثيره يقل، ده معناه ان احنا الجو هيحرر علينا تاني قوي؟ المنخفض الجوي اللي موجود في طبقات الجو العليا، حضرتك بتقول هو بدأ تأثيره يقل بشكل كبير، فده هل يا ترى احنا هنتعرض لدرجات حرارة مرتفعة خلال الأيام اللي جاية بعد كده؟ على بداية الأسبوع اللي جاي يعني هيبدأ يحل محل المنخفض الجوي اللي موجود في طبقات الجو العليا، هيكون في امتداد لمرتفع جو في طبقات الجو العليا، لكن هتظل مصادر الكتل الهوائية من مناطق معتدلة زي مناطق جنوب أوروبا، وبالتالي نقدر نقول انه على بدايه الاسبوع هيكون في ارتفاع، لكن ارتفاع طفيف بمعدل درجتين لثلاث درجات. ممكن تسجل معه القاهره على بدايه الاسبوع اللي جاي بحدود ال 34 ل 35 درجه مئويه. ما يعتبرش ارتفاع كبير طبعا في درجات الحراره، لكنه بالفعل هتكون مرتفعه عن الايام الحاليه. طيب بالنسبه لحاله البحار والملاحه البحريه، البحر الاحمر والبحر المتوسط. يمكن البحر المتوسط سرعات الرياح عليه معتدله بشكل كبير، وده بيخلي ارتفاعات الامواج هناك معتدله وفي الحدود الامنه، واقصى ارتفاع للموج لا يتجاوز 1.5 او 2 متر. لكن البحر الاحمر الفتره دي بيكون عليه بعض الازمات او نشاط الرياح النسبي اللي بيوصل ل 40 او 50 كيلومتر على الساعه، خاصه على مناطق من خليج السويس، وبالتالي نقدر نقول ان حاله البحر الاحمر ما بين المعتدل الى المضطرب احيانا، وارتفاعات الاموال هناك احيانا بتصل الى 2.5 متر. علشان كده بننصح كل المستفيدين على شواطئ البحر الاحمر بتوخي الحذر التام واتباع تعليمات المسؤولين هناك على الشواطئ. مش اضطراب قوي لكنه ما بين المعتدل الى المضطرب احيانا.
يعني يجب ان الجميع يتوخى الحذر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئه الرصاد الجوي على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 32 الصغرى 24، العاصمه الاداريه 33 23، الاسكندريه 30 23، العلمين الجديده 29 22، مطروح 29 22، دمياط 29 23، بورسعيد 30 23، اسماعيليه 33 21، السويس 32 23، العريش 30 22، كاترين 26 14، طابا 30 24، حلايب 34 29، شلاتين 35 27، شرم الشيخ 36 26، الغردقه 35 25، الفيوم 33 23، بني سويف 33 23، الوادي الجديد 35 24، أسيوط 34 22، سوهاج 34 23، قنا 36 25، الأقصر 36 24، أسوان 38 26. حابين نطمن حضراتكم عن حالة الطقس خلال الفترات اللي جاية إن شاء الله والأيام اللي جاية، هيكون معتدل ولطيف، لكن نتوخى الحذر من فرق كبير ما بين درجات الحرارة صباحا ومساء، وخاصة لأولادنا اللي رايحين المدارس في الساعات المبكرة من اليوم، لأن الجو بيكون في نسمة هواء برد شوية، عشان طبعا نتجنب نزلات البرد وحساسية الصدر خلال هذه الأيام. هرجع مرة تانية لبسنت ومصطفى علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.